بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمة على شهداء الثورة السورية. أنا الإعلامي فحطان صليبي، مراسل الأخبارية السورية في المنطقة الشرقية. أعلن انشغالي عن الإعلام السوري، والسبب من ذلك أن قناتي الأخبارية لا تملك أي مقومات حقيقية من الإعلام الصادق، وعدم احترامها لمراسليها بإرسالهم الأخبار الحقيقية التي تحدث في الشارع السوري. ونطالب الأخوة المتواجدين على الأرض السورية ترك أماكنهم والالتحاق في صفوف أخوانهم في الثورة السورية ضد نظام لا يعرف إلا القتل والظلم. عاشت سوريا حرة بيا، وعاشت الثورة السورية.